كفاية إن إحنا فقدنا منذ أيام صديق عزيز بالنسبة لي جدا وكاتب روائي عظيم محمد ناجي. محمد ناجي يعني أنا مش أتكلم على الروائي لأن كل المثقفين يقدروا يتكلموا على محمد ناجي الروائي، لكن أتكلم عن الصديق، هذا الرجل الذي يعني عشت معاه في جريدة العالم اليوم سنوات طويلة جدا منذ أسسناها سنة 90 حتى خرجت منها منذ سنوات قليلة من 4 سنين تقريبا. ومحمد ناجي كان عمود فقري وكان جزء أساسي من هذه الجريدة، كان الرجل اللي يخط بقلمه أجمل عناوين، الراجل اللي يصلح لنا الشغل ويقول لا احنا اعمليه بالشكل ده ما تعمليهوش بالشكل ده. انا فقدت صديقين عزيزين عليا، سعد هجرس ومحمد ناجي، وكانوا هما ظهر بعض وكانوا دايما المتلازمان، وكان دايما مكتب الأستاذ سعد اللي بلاقي فيه محمد ناجي قبل ما أعدي على مكتبي ده المكان اللي بنقعد نتكلم فيه عن السياسة والاقتصاد، ويكلمنا هو عن الأدب والفن. محمد ناجي كان شخصية عظيمة دمثة مؤدبة، صوته خافت جدا، وكنت أنا والأستاذ سعد حالة من الدوشة المستمرة. أنا مفتقداكوا جدا جدا جدا. محمد ناجي حقيقي هتوحشني. بعد صراع طويل مع المرض ورحلة علاج في باريس، رحل الروائي المبدع محمد ناجي عن عمر ناهز 67 عاما، صاحب روايات مقامات عربية وليلة سفر وخافية قمر ولحن الصباح والعيئة بنت الزين والأفندي وديوان تسابيح النسيان الأخير الذي كتبه أثناء فترة علاجه بفرنسا، صال وجال بأعماله الأدبية فاستحق عن جدارة أن يكون ساحر الرواية العربية. عمل ناجي صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيسا للديسك المركزي في جريدة العالم اليوم، ومشرفا على النشرة الثقافية بوكالة رويترز ووكالة أنباء وتلفزيون الإمارات، وكتب الشعر والقصة ونشر أعماله في العديد من المجلات وتم ترجمتها لعدد من اللغات. حاز الروائي الكبير على جائزة التميز من اتحاد كتاب مصر عام 2009، كما نال جائزة التفوق في مصر عام 2013 عن مجمل أعماله الروائية. رحلة من العطاء لناجي، كتب الموت نهايتها، لكنه رحل تاركا خلفه إرثا إبداعيا مخلدا لحضوره. فوداعا محمد ناجي. هشام الرباط، هنا العاصمة.